السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستقبل المملكة العربية السعودية يوم السبت القادم الموافق للعشرين من مايو 2017 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول محطة للرئيس الأمريكي في زياراته الخارجية. هذه الزيارة بالغة الأهمية وتعكس مدى أهمية المملكة العربية السعودية في الاستراتيجية الأمريكية وفي سياستها الخارجية في لدى الإدارة الحالية. لا شك أن اختيار المملكة العربية السعودية ينم عن رغبة في أن تكون المملكة العربية السعودية مرتكزاً للسياسة الخارجية الموجهة للعالم العربي وللعالم الإسلامي. ستشهد الرياض لقاء قمة بين المملكة العربية السعودية وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك الرئيس الأمريكي، وستعقبها قمة عربية إسلامية تعقد لأول مرة في تاريخ العلاقات العربية الإسلامية الأمريكية. وليس من باب المصادفة أن تكون هذه القمة هي الرياض. المسألة واضحة جدا، المملكة العربية السعودية هي قلب العالم العربي والإسلامي، وهي الدولة التي شهد لها تاريخها منذ تأسيسها بأنها دولة تسعى للاستقرار والرخاء والنماء، ليس فقط في داخل المملكة العربية السعودية إنما في الوطن العربي والإسلامي والعالم. وكما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته الشهيرة إلى واشنطن بحضرة الرئيس السابق الأمريكي أوباما، أن العلاقات السعودية الأمريكية مفيدة للعالم. من هذا المنطلق، عندما مرت هذه العلاقات بفترة ضعف وتردد من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، اكتشف القائمون على القرار السياسي الأمريكي من مختلف الأحزاب سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أن مقاربة الرئيس السابق أوباما بأن تكون مرتكز السياسة الأمريكية هي طهران كان قرارا خاطئا وغير موفق، وأن السياسة الأمريكية ينبغي أن ترتكز على علاقاتها الوثيقة والاستراتيجية مع الرياض، علاقات ممتدة منذ أكثر من 87 عام منذ لقاء الملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمة الله عليه مع روزفلت في البحيرات المرة في مصر في سنة 1945. العلاقات في خلال هذه المدة أكدت بأنها مفيدة للبلدين ومفيدة للعالم، فكان للتحالف السعودي الأمريكي دور مهم في حماية المنطقة من المد الشيوعي، ولكن أيضا هذا التحالف استمر وقام لأنه قام على أسس واضحة وقام على استقلالية للقرار السعودي والموقف السعودي. نذكر أن الملك عبد العزيز رفض أمام الرئيس روزفلت فكرة تقسيم فلسطين، وأيضا طالب بأن يبحث لليهود عن مكان آخر، وليس من المنطق ولا من العدل أن تكون مكافأة اليهود أو حل مشكلة اليهود هي على حساب الشعب المسلم أو الشعب العربي الفلسطيني. كذلك في 1955 عندما حاولت المملكة المتحدة والولايات المتحدة إنشاء حلف سمي بحلف بغداد، المملكة العربية السعودية رفضت هذا الحلف. لا شك أن العلاقات أيضا مرت بفترة صعبة
وحساسة عندما انحازت الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني في حرب 1973، وأمر الملك الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز الملك الشهيد بقطع النفط، وترتب على هذا القطع إرباك في المشهد الأمريكي، مما اضطر الرئيس السابق نيكسون أن يأتي إلى الرياض ويقدم اعتذارا علنيا للملك فيصل بن عبد العزيز، ويصف هذه الدولة المملكة العربية السعودية بحقيقة واقعها بأنها دولة للحكمة وليست دولة نفط كما يتصور البقية. وأيضا مرت العلاقات بفترة من الصعوبات أثناء حكم الملك فهد بن عبد العزيز، عندما حصلت المملكة العربية السعودية على صواريخ رياح الشرق، واعترض السفير الأمريكي، فما كان من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه إلا أن يتخذ قرارا حاسما برحيل السفير الأمريكي. ولا شك أن العلاقات رغم هذه المطبات تزداد متانة، لأنها كما ذكرنا مبنية على أسس واضحة، أسس لا تخص المنطقة فقط والدول أو المملكة فقط، إنما هي تخص العالم سواء في منطقتنا في الشرق الأوسط أو في العالم. والمملكة العربية السعودية هي أهم دولة منتجة للنفط، وفي يدها الحقيقة استقرار العالم من خلال استقرار أسواق النفط، والمملكة أثبتت جدارتها ومسؤوليتها وحرصها على سوق النفط بشكل عام وليس فقط سوق المنتجين. لا شك أن أحداث 2001 مرت كانت فترة صعبة، أحداث 11 من سبتمبر، ومع ذلك استطاعت الإدارة القيادة السعودية وأيضا بالتعاون مع الإدارة الأمريكية تجاوز تبعات تلك الأحداث الفظيعة والمهمة جدا. ووصلنا إلى مرحلة الرئيس أوباما، فكان لهذا الرئيس طرح أيديولوجي مختلف. لا شك أننا في المملكة العربية السعودية أبدينا مواقف واضحة بأن هذا النهج وهذا الطرح لا يأتي بالفائدة، ليس فقط نتكلم نحن عن المملكة العربية السعودية، بل نتكلم عن المنطقة وعن استقرار العالم. وهذا ما أثبتته الأحداث، عندما مكنت إيران وأعطيت الفرص لم تسعى لجلب الاستقرار في المنطقة، بل عملت بكل جد لزعزعة استقرار المنطقة واستقرار العالم من خلال دعمها للإرهاب ومشاريعها التوسعية وطمعها في الأمن القومي العربي. ولكن بعد فترة اتضح للإدارة الأمريكية أن تشخيص المملكة العربية السعودية كان تشخيصا سليما، فكانت الإدارة الجديدة جاهزة الحقيقة لتبني وجهة المملكة العربية السعودية. ولا شك أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بذلت جهودا كبيرة مع القادة ومع السياسيين وصانعي القرار في الولايات المتحدة وفي واشنطن على وجه التحديد. ومن هذه جهود كبيرة بذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للوصول إلى صانعي القرار وتوصيل رؤية المملكة وإقناعهم. فكانت ثمرة هذه العمل الدؤوب المستمر المتميز العميق والشامل أن حدث اللقاء التاريخي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، والذي يعتبره كثير من المحللين الأمريكان والعالميين بأنه نقطة تحول إيجابية ستكون للعلاقات السعودية، صعود العلاقات السعودية الأمريكية مرحلة جديدة من الصعود من التعاون. وهذا أيضا اتضح من خلال إعلان البيت الأبيض بأنه يسعى إلى أن تكون محطته الأولى
هي الرياض، ولذلك سوف تكون الرياض أول عاصمة ينتقل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل الرياض ستكون هي مقر القمة العربية الإسلامية الأمريكية. أن الرياض تتطلع أن تكون هذه القمة بداية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة لمواجهة الإرهاب وكل ما يزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم. وأنا على يقين بأن الإرادة السياسية السعودية والإرادة السياسية الأمريكية وأيضا الإرادة السياسية لدى الدول العربية والإسلامية ستأخذ بهذه العلاقات نحو منطلقات كبيرة وعظيمة ستكون فوائدها بشكل كبير. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية محتاجة للرياض، محتاجة لهذه القمة، لأن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية حكمه أسيء فهمها وكأنه في عداء مباشر مع العالم الإسلامي. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من خلال قمة الرياض أن تؤكد بأنها ليست على عداء مع العالم الإسلامي، بل هي في حاجة إلى تعاون هذا العالم معها حتى يصل العالم إلى الأمن والاستقرار المنشود وبالتالي الرخاء. نسأل الله التوفيق والسداد لولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يجعل في هذه اللقاءات التي ستتم في الرياض خيرا للبلاد والعباد، لشعب المملكة العربية السعودية ولشعوب العالم العربي والإسلامي والعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.